منهجية حول دراسات التراث العربي والإسلامي، وأيضا يشاركنا في هذه المائدة المستديرة الأستاذ سليمان عشراتي، أستاذ بمعهد اللغة والأدب العربي بجامعة سينيا وهران، وله أيضا اهتمامات وهو منصب الآن على إعداد أطروحة حول أدبية الخطاب القرآني، وأعتقد أنها مناسبة كي نثير معا مجموعة من الأسئلة التي تعترض البحث في هذا التراث الذي هو تراث غني ويحتاج دائما إلى تنقيب وإعادة قراءة. دون شك فالسؤال الذي ربما يتبادر إلى أذهانكم جميعا هو أن الأستاذ محمد عركون يمثل جيل من الباحثين الذين تموقعوا في أوروبا ويوجهون خطابا عن الإسلام وعن الثقافة العربية. هذا التراث كان محط دراسة المستشرقين قبل، وربما ما زال هناك جيل من المستشرقين يمارس دراسة التراث العربي الإسلامي. ما هي الخصوصية التي يتميز بها باحث عربي إسلامي عن جيل المستشرقين الذين لا يزالون يدرسون هذا التراث؟ نعم، شكرا جزيلا على التقديم وعلى هذا الاستقبال الأخوي. أود أولا أن أحيي جميع المستمعين الكرام وأعبر عن سروري بوجودي معكم، وخاصة بمدينة وهران حيث نشأت ودرست ومضيت شبابي. وأيضا أود أن أشكركم وأشكر جميع من نظموا هذه الحصة على الفرصة التي تمنحونها لي لنتكلم عن موضوعات ما زلت أطرحها وأدرسها منذ كنت طالبا في جامعة الجزائر العاصمة هنا. وأتذكر محاضرة ألقيتها في جمعية الطلبة الجزائريين حين كنت طالب في العام 51 عن الوجهة الإصلاحية لمؤلفات طه حسين. هذا لأدل على أن اهتماماتي بدراسة الإسلام والثقافة العربية ترجع إلى الدروس الأولى هنا في الجزائر. وللجواب على سؤالك فيما يخص معاملتي مع المستشرقين، إذ أني أدرس بجامعة السربون الآن منذ ما يقرب من 30 سنة، معاملتي معهم دائما معتمدة على طبعا روح علمية وقواعد علمية، ولكن منطلقي في جميع البحوث وفي جميع المناقشات التي أجريها معهم لا في فرنسا فقط ولكن في جميع الجامعات الأمريكية والغربية فيما يمكن أن نسميه الانتشار بصفة عامة، دائما منطلقي من الجزائر ومن المغرب العربي، لأن خبرتي بالإسلام ومعيشتي في هذا المجتمع وخصوصا في زمن حرب التحرير الداخلية كان الاصطدام مع الثقافة الغربية والفكر الغربي يعيشه الجزائري على مستوى فكري مزدوج كما نعلم، وهذه الازدواجية تمكن من طرح الأسئلة على مستوى يختلف اختلافا جذريا، وهذا أشهد به كتجربتي، عن المنطلق الذي نجده عند المستشرقين، ولكن تختلف أيضا عن المنطلق الذي نجده عند الباحثين المسلمين قبل ظاهرة هذا الاحتكاك والاصطدام بين مجتمعاتنا الإسلامية وخاصة
الجزائري مع الخبرة الفكرية والثقافية لما نسميه الغرب. ومن يحيط بهذه التجربة ويتغذى بها ويأخذها في عين الاعتبار يأتي بمناهج وأسئلة تختلف تماما عما نشاهده في الإشراق بصفة خاصة، وعما لم نزل نشاهده عند كثير من الباحثين الذين لم يتوغلوا في تلك التجربة الخاصة الاستثنائية التي عشناها نحن في الجزائر، خاصة في زمن حرب التحرير وبعد أيضا حرب التحرير. وما نشاهده اليوم في مجتمعاتنا، في مجتمعنا الجزائري، يختلف عما نشاهده في سائر المجتمعات الإسلامية. وهذا أشهد به أيضا كزائر أزور بصفة متواصلة جميع البلدان الإسلامية من أندونيسيا إلى المغرب، ومن السودان لأن المسلمين يوجدون أيضا هناك، إلى إفريقيا الجنوبية. كيف يمكننا اليوم أن ندرس تاريخ هذا البلد، تاريخ المغرب بصفة عامة، وتاريخ معاملتنا، اتصالنا أثناء التاريخ بالثقافة العربية وبما نسميه الإسلام؟ هذه سيد أركون، هل تعتقد معي بأن أنه تشكل مجموعة من الباحثين الذين يستطيعون أن يطرحوا أسئلة جديدة مغايرة للأسئلة التي طرحها الغرب خاصة في المغرب العربي، مع الأستاذ دكتور محمد أركون، مع خطيبي، مع العروي، مع بن سعيد إلى آخره؟ صحيح، وإخواننا زملاؤنا في المشرق العربي يشهدون أيضا بهذا، عندما ينظرون إلى بحوث صديقنا هشام جعيط التونسي وبحوث عابد الجابري في المغرب وعبد الله العروي وكيليتو وكثير ومن أحمد توفيق وكثير من الباحثين المغربيين الذين بدأوا يخلقون تيارا مغربيا للفكر ومدرسة مغربية لتاريخ المغرب. هذه ظاهرة نحمد الله عليها، وأنا أؤمن بها، وأظن أننا سننتهي إلى إن شاء الله نتائج يستفيد منها هذا الجيل الطالع الذي مع الأسف حرم إلى الآن من قراءة الكثير من الكتب التي تصدر. ذكرت مثلا هشام جعيط في تونس، قد أصدر بالفرنسية وبفرنسا كتابا من الأهمية بما كان درس فيه دراسة تاريخية الفتنة الكبرى. كما نعلم هي منطلق تاريخي لجميع المشاكل التي نمارسها اليوم ونطرحها اليوم في مجتمعنا. في الجزائر مثلا العلاقات بين الدين والدولة، من لم يتكلم عن العلاقات بين الدين والدولة وكيف نتنازع ونتصارع، وأرجو أن لا نتقاتل حول هذه المشكلة، ونسمع اليوم نزاع كبير ويقوى يوما فيوما بين ما يسمى العلمانية. أنا لا أقول العلمانية، أنطلق من منطلق إسلامي قبل أن يلفظ أحد بهذه الكلمة. وكيف الناس المسلمون عندما قامت هذه المشكلة، مشكلة ما نسميه الفتنة الكبرى، كيف كانوا يتحدثون على هذا الموضوع بالذات؟ ولا يمكننا الوصول إلى ذلك إلا إذا درسناه دراسة تاريخية حقيقية حصرية. ومع الأسف لست أدري، وعلى كل حال ما رأيته في المكتبات هنا، كتاب هشام جعيط ولم يقرأه بعد الجزائريون، الشبان الجزائريون. المستشرقون يتطورون بتطور العلم في مجتمعاتهم. لا يحق لنا كباحثين أن نستمر في النظر إلى المستشرقين والاستشراق ذاك النظر الذي تعودناه وتلقيناه من فترة الاستعمار. هذه صفحة قد طويت ويجب علينا أن نطويها.
المستشرقون يطبقون مناهج عصرية جديدة لتقديم تاريخ الإسلام والمجتمعات الإسلامية. هناك مثلا مدرسة تاريخية مشهورة في العالم ووجدت وأنشئت في فرنسا، والعالم كله يشير إلى هذه المدرسة، مدرسة الحوليات لكل ديزانال التي تتمثل في ذاك القسم المعروف لكل ديزانسيان سوسيال. أحدثوا ثورة منهجية وثورة معرفية في كتابة التاريخ. سيد أركون، أنا أقول النقطة التي أثرتموها الآن هو أن الغرب بشكل عام، خاصة الغرب، يوجه الآن خطاب معين عن الإسلام، وهو أن الإسلام هو دين العنف، أن دين العنف وأنه هو السائد وسائد الآن. الآن يظهر لي أمام الباحثين المغاربة والعرب والمسلمين الباحثين الجادين رد هذه المقولة. ما هي مساهمتكم في هذا الاتجاه؟ يا أخي، هذه مسألة أتألم بها ومنها يوميا. أتألم منها عندما أخاطب الناس من جامعات الغربية، لأنهم حقيقة منذ 20 سنة، منذ الظاهرة الخمينية إذا صح هذا التعبير، نعرف أنهم خلقوا، أبدعوا تصورا للإسلام ليست له علاقة بما هو الإسلام كدين وبما هو الإسلام كثقافة وكفكر. وأنا أطروحتي كتابي الأول الذي كتبته خصصته لما أسميته، وهو عنوان الكتاب، ومع الأسف لم يدخل إلى الجزائر ولا يعرفه ولا يقرأه إلا القليل من الجزائريين، مع أني كتبته بحرارة جزائرية. الإنسية العربية في القرن الرابع الهجري، لومانيسم عرب au 4e siècle de l'Égypte. من يتكلم عن النزعة الإنسية في الإسلام، في إسلامنا، مع أننا يجب علينا في تدريسنا للفكر الإسلامي، في تقديمنا للإسلام للمستمعين عن طرق وسائل الإعلام، يجب علينا أن نلفت أنظار المسلمين جميعا إلى أن الإسلام عنده هذه النزعة التي ظهرت بأوروبا في القرن 16، وأنا تكلمت عن هذا التيار في القرن 10 من الميلاد، أي 6 قرون قبل أن تظهر في الأمم الأوروبية. وهذه ظاهرة لم ننتبه إليها مع الأسف، ولأسباب نعرفها، منها أننا كما قلت في تعليمنا لم تتوفر لدى الطلبة الكتب التي نحيلهم إليها حتى يقرأوها. وأيضا هناك، أقوله بصراحة لأني أستاذ من بين الأساتذة وأناقش زملائي، هناك زملاء لم يتكونوا تكوينا علميا حتى يعلموا في الجامعة، وأنا أقول هذا كمشرف على الذين يقدمون الأطروحات ويأتون إلى جميع البلدان الإسلامية والعربية حتى يصبحوا أساتذة. تخرجوا عدد كبير منهم تخرجوا على يد، ولذلك أقول وأشهد هذه شهادة أؤديها أمام المؤمنين. تحدثتم عن خصوصية المقاربة المغاربية، وإذا شئنا أن الدقة نقول هناك خصوصية جزائرية بالذات. نعم، لعل اسم ملك بن نبي مضافا إلى اسمه العلمي يشكلان هيكلة هذه المقاربة الجزائرية التي جعلت من الإطار القرآني ميدانها، ساعية بحكم طبيعة تكوينها إلى إخراج الطرح القرآني عن إطاره الكلاسيكي والمأثوري، بيد أن القارئ يلاحظ استجابة تختلف
ما بين المقروء للدكتور أركون والمقروء عند ملك النبي؟ طبعا البديهية الأولى تحيل هذا الاختلاف النوعي في الاستجابة إلى عقلنتكم للمحصول المعرفي القرآني، على خلاف طرح أستاذنا ملك النبي. فبيد أن من يتعمق أبحاثكم يلاحظ دعوة صريحة إلى ممارسة المقاربة بواسطة مناهج قد لا تنسجم مع طبيعة النص القرآن. ما ردكم على هذا التساؤل؟ نعم، رد طويل لو اتسع عن الوقت، لأن الموضوع مهم جدا، مهم جدا، لأن جميع المسلمين في جميع البلدان الإسلامية منذ الخمسينات بصفة خاصة، أي منذ استرداد السيادة السياسية في تلك المجتمعات، ومنذ الكفاح المستمر لبناء الشخصية الإسلامية للمجتمعات التي كانت مستعمرة، هذا السؤال وخاصة حول القرآن مركزي أساسي. وذكرت المرحوم مالك بن نبي قام بدور مهم، وكان دوره رد فعل للاستعمار ولضغط التفكير الاستعماري على التفكير الإسلامي حين ذاك. ولكن رد مالك بن نبي كان متقيد طبعا بالمناهج العلمية وبالعلوم التي كانت تعلم حين ذاك في الجامعات، وكتب في الأربعينات، وخصص الظاهرة القرآنية كتبه في أوائل الأربعينات. في 47 ماذا كان يعلم في الجامعات، حتى في جامعات أوروبا، فيما يخص التاريخ، فيما يخص الفكر، فيما يخص ما نسميه اليوم اللسانيات، يعني لانجويستيك، كان علم اليوم نمارسه في الجامعات، وهو السيميائية، لا سيميوتيك دي تكست ريليجيو، سيميائية الخطاب الديني، ما كان له ذكر، لأن هذا العلم أبدع في الستينات، وكان علم الأنثروبولوجيا، أنثروبولوجيا الأديان وتاريخ الأديان المقارنة، لا يذكر في الجامعات، أنا ما سمعت به في جامعات الجزائر أبدا، وحتى في جامعة باريس عندما ذهبت إلى باريس لأحضر الدكتوراه، إلا في بعض الأقسام المخصصة التي كانت تدرس ما يسمى الإثنوغرافيا، لا الأنثروبولوجيا. إذن يا أخي، الجواب الأول هو أن العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية التي نعلمها اليوم بدأت تتغير تغيرا جذريا من حيث منظومتها المعرفية السيستم كوجنيتيف، ومن حيث الموقف الإبستيمولوجي في استسمحوا المستمعين الكرام هنا استعملوا المصطلحات طبعا تعودنا نستعملها، وأود أن نشرحها، يمكن المستمعين في إمكان المستمعين يفهموا هذا، ولكن استغرق وقت لا استسمحوا. هناك ما نسميه القطيعة المعرفية، لا غبتي، بين العلوم التي كانت تعلم ما قبل الخمسينات والعلوم التي تعلم ما بعد الخمسينات. وأنا نشأت أصغر سنا، مع أني الآن مع الأسف تقدمت في السن، أصغر سنا من مالك بن نبي المرحوم، وأنا نشأت علميا في الستينات، وتابعت كأستاذ في سوربون تابعت جميع هذه التيارات في العالم في 70s and 80s، ولا أزال أتابعها. هناك بجامعة سوربون مخبر لابوراتوار يسمى مخبر لدراسة الجدال،
ونستعمل الكتاب هنا بالمفهوم القرآني عندما يتكلم عن أهل الكتاب. وعندما نعمل في هذا المخبر للابوراتوار دو ليفر نطرح مشكلة الخطاب الديني بصفة عامة، والقرآن مثل من أمثال الخطاب الديني كما يعترف به القرآن ذاته عندما يتكلم القرآن ذاته عن الكتاب. إبراهيم وموسى وعيسى كلهم تكلموا وتكلموا بوحي. ولذلك ننظر إلى هذا المفهوم الواسع الخطاب الديني ونطبق على هذا المفهوم المناهج اللسانية التي نتعلمها عن علم اللسان، كما كان المفسرون القدماء الزمخشري والطبري وفخر الدين الرازي والطبرسي والقرطبي وجميع من كتب عن القرآن ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا متشبعين بعلوم اللسان. كيف يحق للمقارئ أن يوازن بين نص تاريخيته تؤكد وثاقته؟ القرآن نص وثق، على حين أن الكتب السماوية الأسبق التاريخية تقرر على أنها بأقلام وضعية بأقلام بشرية. نعم. فكيف يحق لنا أن نقارب بين شيء أصيل أصالته اللغوية والتعبيرية هي تحيلنا مباشرة إلى الوحي؟ نعم. في حين أن لغة وتعبيرية الكتب الأسبق هي تحيل إلى بشر. نعم. في هذا السؤال الذي يطرح طبعا وأسمعه كثيرا خلط بين علمين. العلم الذي نمارسه باسم أصول الدين وعلم الكلام الذي يعتني بكلام الله تعالى ويعتني بشرح هذا الكلام وشرح العقائد ليقدمها للمؤمنين وليشرح كلام الله تعالى للمؤمنين. هذا علم نعرفه، يعرفه المسلمون، يعرفه المسيحيون، يعرفه اليهود، وتعرفه جميع الأديان، ولا بد منه لتقديم التغذية الروحية الدينية التي نجدها في هذه النصوص الدينية للمؤمنين. أما أنا عندما أجبتك لسؤالك الأول ماذا قلت؟ تكلمت عن علم آخر، تكلمت عن علوم اللغة. وحتى المتكلمون عندما يقرؤون القرآن لا بد لهم أن يرجعون إلى ما يقوله المفسر، وإلا لا يمكنهم أن ينطقوا بما يجب على المؤمنين أن يعتقدوه في مشكلة صفات الله تعالى مثلا. كان تحسين قد طرح في تصور في بداية الخمسينات أسلمت الوجودية، لكم مقولة الآن تقول أسلمت الحداثة أو تحديث الإسلام. هذه الازدواجية أو هذه الثنائية التي تطرحها تحديث الإسلام أو أسلمت الحداثة، كيف يمكن تناولها الآن في هل تعني أني استعملت استعملت أسلمت الحداثة أنا؟ لا، ما إذا وردت في قلمي في كتابتي إنما وردت كاستشهاد لمن استعملها، أما إني لا أتبناها. أسلمت الحداثة لا أتبناها، إنما أروي ماذا يقوله الآخرون. مثلا أعرف جمعية موجودة في واشنطن بالأمم المتحدة تخصص جهودها لهذا، لأسلمت الحداثة وأسلمت العلوم. هو عمل يدعي به بعض الذين يريدون
يريدون أن يحاولوا أن ينقلوا جميع العلوم الحديثة إلى إطار أو يضعها في إطار إسلامي. أما أنا ماذا يهمني وكيف أطرح هذا المشكل؟ أطرحه كبحث دائم تاريخي لأفهم ماذا حدث في إطار الإسلام كفكر، وماذا حدث في إطار ما نسميه الحداثة كظاهرة تاريخية أيضا. ولا يمكننا أن نقدم شيئا فيما يخص أسلمة الحداثة أو تحديث الإسلام إلا بعدما انتهينا هنا أيضا من الفترة الأولى من البحث، المرحلة الأولى من البحث. والمرحلة الأولى هو أن نتساءل من أين جاءت هذه الحداثة وكيف نفهم تاريخيا هذه الحداثة. دكتور أركون، ما هي الاستراتيجية التي على الخطاب القرآني أو الخطاب الإسلامي أن يخرج بها في صدامات الراحل، في صدامات الحاضر ما. وباعتباركم أحد الذين يعايشون الظاهرة الإسلامية في مجتمع غربي وفي حوار دائم مع الآخر، ما هي الاستراتيجية التي في تقديركم؟ نعم، استراتيجية. نعم، كما قلت لكم في البداية أنا منطلقي من الجزائر. بالجزائر صدمنا ونصدم، صدمت وأصدم فكريا طبعا. نعم، كيف بأن أشارك في جميع المناقشات العلمية التي تجري بين العلماء في جميع البلدان التي تحدث فيها مناقشات جديدة، وأتابعها بتفتح تام دون أن أتقيد بأي شيء يفرض علي من الخارج، أي يعني من خارج الفكر، من خارج العقل. ولذلك أليس دائما في كتبي ومحاضرتي على أن هناك مجال واسع جدا من التفكير لم نزل نفكر فيه. أقول ما لا يمكن التفكير فيه في الفكر الإسلامي اليوم، وما لم نفكر فيه بعد في الفكر الإسلامي اليوم. L'impensable dans la pensée islamique. L'impensé dans la pensée islamique. هذا مفهوم أود أيضا أن يشرح في يعني في حصة في حصة طويلة. ماذا أعني بي 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 إذا سمحت تفضل، ماذا أعني مثلا بما لا يمكن التفكير فيه؟ مثلا المدرسة، مدرسة المعتزلة، المعتزلون معروفون في تاريخ الإسلام ولعبوا دورا هاما في عقلنا في الإسلام راسيوناليزي. وهناك مرحلتان مختلفتان في تاريخ هذه المدرسة. المرحلة التي حاولوا أن يفرضوا على جميع المسلمين عقيدتهم ومذهبهم كمذهب رسمي في زمن المأمون والوافد، إلى أن جاء الخليفة المتوكل. والخليفة المتوكل العام 848 هو الذي وقف هذا التيار وانتمى إلى الجانب السني. وكانت مشكلة خلق القرآن هي المشكلة الكبيرة التي أراد المأمون مثلا يفرضها على جميع. ولكن بعدما جاء المتوكل والخلفاء الذين جاءوا بعده انتصروا للجانب الآخر، أي الجانب الذي رفض باتا ما جاء به المعتزلة. والخليفة القادر في القرن الخامس الهجري 428 أصدر عقيدة تسمى مشهورة عقيدة القادر،
عقيدة الخليفة القادم المنشي عبد القادر الجيلاني، عقيدة القادر، وقرأت هذه العقيدة في مساجد بغداد. ومما جاء في هذه العقيدة أن من يقوم بخلق القرآن فدمه حلال. يا لطيف رسول الله، يا لطيف يا رسول الله، كيفاش؟ هذه مشكلة فكرية مش مشكلة سياسية، ومشكلة خلق القرآن يجب أن تطرح على مستوى فكري، ويجب أن يستمر البحث الفكري في هذه المشكلة، ولها وجوه عديدة يجب حتى اليوم أن تفتح. لك يا أستاذ، ولذلك أصبحت هذه المشكلة من ذات الوقت مما لا يمكن التفكير فيها لأي سبب، مش لسبب عقلي فكري، لأن المسلمين ما زالوا مفكرين وأذكياء وعندهم وسائل وكل شيء، ولكن ممنوع. من منع؟ سياسة. مما لا يمكن التفكير فيه، هذا ما أقصده. من المسائل التي لم تزل تطرح علينا، ولكن ممنوع على أحد أن يمسها. تعتقد أستاذ أركون أن في ظل الجو السياسي والمناخ السياسي الموجود في العالم العربي والعالم الإسلامي يستطيع أن يتطور البحث في هذا الاتجاه؟ الجو يخلقه المواطنون، جو نحن نخلقه. إذا عشنا في تسامح نتخاطب نتكلم هكذا بحب، بحب وبالتزام. أنا لا أفرض شيء مما أقوله، إذا أقنعتني بشيء يغير ما أقوله سأستسلم لك، بل سأشكرك، سأكون شكورا لك وسأتبعك في الحين. ولكن إذا قلت شيئا وسمحت لي أن أقوله في حرية بقناعتي وتفتح قلبك وتفتح وعيك، هذا ما يوصل به القرآن، هكذا نخلق جو المناظرات التي وصفها العيدي أبو حيان. ها هو أنا قائدي الفكري وقائدي في التجربة الوجودية، أبو حيان التوحيدي، مفكر عربي وإسلامي له من الكتب الغزيرة في المعاني ما لا يعادلها، ومع ذلك تألم تألما شديدا في عصره، لأنه لقي في عصره من عاداه على باطل ومن رفض أن يستمع إليه. أستاذ أركون، أيضا على ذكر السياسي والبحث العلمي، لا تعتقد معي بأن ظهور وصعود التيارات الإسلامية الآن ووجودها في الصدارة على المستوى العربي والإسلامي يمثل ظل على بعض البحوث في الدراسات الإسلامية؟ لا شك، نعم لا شك مع الأسف، وهذه ظاهرة سياسية تاريخية واقتصادية واجتماعية منذ 30 سنة الأخيرة، هذه ظاهرة جديدة. مثلا أنا أطرح جميع المسائل بكل حرية، ظاهرة الدولة في المجتمعات الإسلامية بصفة عامة مرتبطة بالصفحة الاستعمارية لتاريخنا، والدولة كمنظومة التي ظهرت بعد هذه الفترة الاستقلالية ما اكتسبت من ضحية إلى عشاها، ما اكتسبت جميع الوسائل حتى تواجه جميع المشاكل التي طرحت بعد الاستقلال، مش استقلال الجزائر فقط، في جميع الدول، هذه ظاهرة شاملة لجميع الدول التي استمرت، وهي ظاهرة يجب أن تدرس أيضا بكل حرية وبكل تسامح وبدون أي تدخل في السلطة والتنازع في تسلم السلطة. العالم والباحث لا يفكر أبدا أن يستلم السلطة أو أن يشارك
هذه ظاهرة وفضيلة إسلامية موجودة عند العلماء المسلمين الذين كتبوا كتبا يتساءلون فيها هل يحل لعالم مجتهد أن يشتغل منصبا رسميا مع الدولة؟ وآتي هنا بنصوص كتبت وتطرح هذه المشكلة على هذه الصيغة التي ذكرتها. الشيخ المفيد مثلا وهو شيخ كبير عالم كبير ومفكر كبير مسلم في القرن الخامس الهجري وضع السؤال هكذا، مما يدل أن العلماء لهم حاكمية ولهم شروط خاصة بالاجتهاد، وإذا لم يحترموا هذه الشروط فيفقدون منصب الاجتهاد، لا يعتبرهم أحد كعلماء مجتهدين ونحن نعلم اليوم ماذا حدث في هذه المسألة بالذات، وكيف أن العلماء لا كلهم الحمد لله، ولكن كثير من العلماء أصبحوا مداخل الدولة، وهذا معروف وهذا لا يوافق دين الإسلام. هكذا يجب أن تطرح هذه المسائل التي نتكلم عنها. عندما نقول في كتابكم ليكتور دو كوران بلوريال، يعني في الجمع أو في نعم، ألا تعتقدون بأن هذا يثير مجموعة من الأسئلة حول طبيعة التي يجب أن يتسلح بها القارئ للنصوص الدينية؟ نعم. عنوان الكتاب لكتير، وستصدر طبعة ثانية من الكتاب، وسأطلب أن يكتب هذا أس بالأحمر حتى يراه القارئ وحتى ينتبه القارئ إلى أن معنى الكتاب كله في هذا الحرف. معنى هذا أنه لا يمكن لبشر أن يأتي بقراءة نهائية حاسمة للقرآن. القرآن خطاب إلهي مفتوح ويطلب منا التفكير، لا يطلب منا أن نضعه في كود لا. في منظومة متحجرة. وإذن عندما نرى الكتب العديدة التي كتبت كتفسير للقرآن ونورخ لهذا التفسير طول القرون، ماذا نكتشف؟ أن هناك قراءات عديدة مختلفة، وكل قراءة لها وجوهها ولها ثروتها، متقيدة بعصرها، متقيدة بكما قلت متقيدة بالعلوم التي كانت تمارس في زمن المرحلة. يجب أن نفهم هذا حتى نتخلى عن تلك العقلية أسميها الغطرسة التي تقول أن إنسان يفسر القرآن كأنه يؤدي كلام الله تعالى مباشرة من البشر. هذا لا يمكن. لفت انتباهي دكتور أركون تنويهكم ببلاشير في بعض طروحاته للظاهرة القرآنية، ما هي المنطلقات التي نفر بها بهذا التنويه؟ النقطة الوحيدة التي طبعا أتبناها وأتبناها أيضا عند مستشرق آخر كأستاذ بلاشير وهو ألماني ترجم القرآن مشهور رودي بارت، له ترجمة للقرآن بالألمانية عميقة وجيدة من حيث الدقة للبحث الفيلولوجي لمعجم القراءة، تزامنية كما نقول في الاصطلاح، تزامن يعني سينكرونيك، يعني نتقيد بالمعجم القرآني كما كان يستعمله العرب في زمن تنزيل القرآن، ولا نفرض هذا القرآن
الذي يصدق بعد مثل رقيب دائما مثل العقل. العقل كلمة العقل كلمة العقل كمصدر وكاسم غير موجودة في القرآن، لا يستعملها القرآن. عندما أقول هذا كثير من الناس يستغربون كيف يعجب كلمة العقل لا ترد في القرآن، هذا افتراء على القرآن. لا مش افتراء، القرآن دائما يستعمل أفلا تعقلون الفعل إلى المضارع، يستعمل الفعل إلى المضارع تعقلون أو يعقلون، ولكن كلمة اللفظ العقل لم ترد ولم يستعمل القرآن. وهذا يدل على شيء، أن لفظ العقل هو مصطلح، ومصطلح طري وشاحن بالمعاني الفلسفية سيحدث بعد ظهور القرآن، وسيستعمله المتكلمون، سيستعمله الفقهاء، سيستعمل وعندما نصل مثلا للقرن الثالث الهجري بعدما عمل المعتزلة ما عملوا، وبعدما كتب الفلاسفة ما كتبوا، وبعدما ترجمت الكتب الفلسفية إلى العربية، أصبح القراء يسقطون في النص القرآني محتويات مفهوم العقل التي أحدثت بعد. وهذا ما نفعله اليوم يوميا، كل مواطن عندنا وفي جميع البلدان الإسلامية يعملون نفس العملية، يعني نفرغ المحتويات الجديدة مثلا الاشتراكية نسقطها في الخطاب القرآني، والمؤرخ لا يقبل هذه الممارسات. وهذا هو معنى القراءة الفيلولوجية للقرآن. والمسلمون انتبهوا إلى هذا عندما كان المسلمون يتقيدون بقواعد علمية. السمخشري مثلا والطبري يعرف هذا، وكان يبحث على معاني الألفاظ، يبحث عن الأشعار العربية التي كانت تقال في القديم، حتى يستخرج من الأشعار المعاني للكلمات العربية الواردة في القرآن. هذا هو المنهج. المشاهد الكريم، ربما دخلنا في بعض المفاهيم المعقدة وبعض المصطلحات، ودائما يؤاخذنا المشاهد على التخصصية في لي كلمة أقولها في هذا، لأن كثير من القراء يؤاخذونني على أني أكثر من استعمال هذه الاصطلاحات التي يصعب فهمها. ولكن يا سادتي وسيدتي المستمعين الكرام، استاذ أركون، قبل ذلك، يعني هذه المصطلحات التي يستعملها الباحث أركون، ألا تعتقد معي بأن لفهمها ولتفكيك هذه المصطلحات يجب الرجوع إلى ميشيل فوكو؟ لا 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 أبدا لا لا لا, 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 لا. اسمح لي أقول كلمة. الكتاب عندما يقرأه القارئ إنما هو فرصة لينطلق القارئ في بحوثه الخاصة، والكاتب ينتظر من القارئ أن يتعاون معه وأن يصاحبه في الطرق التي سار فيها مسيرة طويلة المؤلف، ولا بد للقارئ أن يشارك في هذه في هذه المسيرة. إذن لا بد من كل قارئ أن يشارك طبعا بدرجات متفاوتة، ولكن يجب عليه أن يقيد الألفاظ التي تصعب عليه وينتقل إلى الكتب التي أحيل إليها. مثلا انظر هذا الكتاب، اقرأ هذا الكتاب حتى تسهل عليه هذه الكلمة، وحتى تكون له أرضية مفهومية للفكر. القرآن الكريم يذكرك
كلمتين، كلمة أسطورة وكلمة قصة. ونحن نعلم أن القرآن يستعمل كلمة أسطورة ليحيل إلى الثقافة ما قبله، أساطير الأولين، وليقول أن تلك الثقافة لم تتغذى بالعلم الذي يأتي به القرآن، بالفكر الجديد الذي يأتي به القرآن، ولذلك يسمي ذلك أساطير الأولين. ومفهوم أساطير يعادل فابل، يعادل خرافة. أما مفهوم القصة فهو الطريقة الأدبية اللغوية التي يستعملها القرآن لتقديم الفكر الجديد الذي يأتي به. هو العلم القرآني مبني على القصة القرآنية، ويقول القرآن إنا نقص عليك أحسن القصص. إذن ترجمة الميت الصحيحة بالعربية ليست أسطورة كما ترجمت، وجميع العرب اليوم يستعملون أسطورة لترجمة ميت. هذا يدل على أن العرب المعاصرين ومنهم الزملاء الزميل عادل العواء الذي ترجم كتاب الفكر العربي أستاذ الفلسفة في دمشق، ترجم عندما كتبت لو كوران إتان ديسكور دو ستركتور ميتيك، القرآن خطاب أسطوري البنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كتبت هذا وما قصدت هذا. أنا قصدت أن القرآن خطاب قصصي البنية، من حقه أن يقول ومن واجبه أن يقول. أنت منذ البداية دافعت على أن الإسلام ليس هو دين العنف، وأن هذه الصورة لتشويه الإسلام، ولكن ألا تعتقدون بأن في المجتمعات الإسلامية هناك نوع من الكبت الذي يعاني منه الباحثون؟ نعم. هل صادفتكم تجربة من هذا القبيل؟ صادفتني مرارا، ولكن تشجعت بالجبل جبل جرجرة. نعم، وما زلت أقتحم هذه الميادين مع أني أحس أن هناك هذا الكبت الذي ذكرته. وبما أني طبعا أستعمل النصوص التي استعملها المسلمون المفكرون، أنا لا أتي بشيء خارج الإسلام، إنما أحاول أن أقدم الإسلام في صورته التاريخية الحقيقية، وفي صورته العقائدية الحقيقية الفكرية الحقيقية. بمعنى أنكم تواجهون جبهتين، جبهة المجتمع الإسلامي الذي لم يؤسس بعد تقاليد حضارية لتقبل البحوث، نعم، ذات التوجه الحضاري، نعم، ذات المفاهيم، نعم، الجديدة، صحيح. ومن جهة أخرى البحوث العنصرية المعادية للإسلام في الغرب. أنا وقد نشرت مقالة في جريدة لوموند أذكرها، استعمل نفس التعبير الذي استعملته، لدوبل كومبا لمحمد أكل. لدوبل كومبا يعني هناك كفاح هناك في الغرب، لأننا طبعا نعطي صورة للإسلام ليست بإسلامية، وهم يأخذونها ويعتمدونها عليها ويعتمدون عليها حتى يخرجون من إطار الحضارة والفكر، يخرجون من إطار الحضارة والفكر، لأننا لم نقدم الصورة الحقيقية للإسلام التي تقول أن الإسلام في قلب تاريخ البحر المتوسط، في قلبه ويشارك تماما في أعماقه الثقافة والفكر التي تشترك فيها جميع ما أسميه مجتمعات الكتاب. أتعتقد معي بأن المغاربة بشكل عام الشمال الإفريقيون لهم رؤية خاصة للإسلام تختلف عن رؤية المشارقة، انطلاقا من العلاقة مع ابن رشد، وأنت واحد من الذين يملكون علاقة جد خاصة مع ابن رشد. الإسلام هنا له تاريخ خاص
بما أنه تغلب هنا في الأندلس والمغرب تغلب المذهب المالكي منذ البداية، والفقهاء المالكيون رافضوا جميع ما يصدر فيما يخص المذاهب الأخرى. وعندما تظهر مثلا المعتزلة أو مذهب الظاهري لابن حزم يضربوه الفقهاء. هذا نزاع ايديولوجي موجود في مجتمعاتنا كسائر المجتمع، وهذا ما أعطى الصبغة الخاصة لفكرنا المغربي ولإسلامنا المغربي إلى يومنا هذا، كما ذكرت مثلا في الفصل بين الشيعة والسنة. ولذلك نحن المغاربة لا نعرف إلى يومنا هذا الثروة الكبيرة التي قدمها المفكرون الشيعيون للفكر الإسلامي. على كل شكرا للباحث والمفكر الجزائري محمد أركون على هذا الحديث المملوء بالعلم ومملوء أيضا بالحرارة ومملوء بالمودة. وأقول للمشاهد، كان من المستحيل أن نحذف المفاهيم والمصطلحات لأننا أمام مفكر وباحث لا يمكن تجاوز هذه المفاهيم، لأن التبسيط كثير من المرات يخل بالعلم. أشكركم مرة أخرى، وأشكر محمد أركون الأستاذ محمد أركون، وأشكر الأستاذ سليمان عشراتي على هذه المشاركة.